هي تتضمن الكلاسيفيكيشن اوف كنترول فالفز اكوردنج تو ذا نمبر اند ويز اوف سويتشينج بوزيشن. هنا التصنيف حسب عدد طرق الويز ومواقع التحويل لسويتشينج بوزيشن. هنا اولا حناخذ 3 بوزيشن فور ريفولف، ثلاثه مواقع واربعه طرق فور واي، يعني اربع فتحات. يستخدم هذا وين يستخدم اول شيء؟ في اسطوانات المزدوجه لأداء متقدم لحركة مكبس ذهابا وإيابا. الشكل 551 و552 يوضح هذه الأنواع من الصمامات. تحتوي على ثلاثة مواقع تحويل وتمتلك تغيير بالجريان. هنا عندما يكون المسار المركزي منشط activated، هنا ايش راح يصير عندي؟ when center path is actuated، فإن فتحة A و B مربوطة مع P و T، يعني فتحات العمل A و B work port is connected with pressure and tank port respectively، يعني بالتتالي. في هذه الحالة الصمام يكون غير منشط غير فعال، لأن الفتحات كلها مفتوحة لبعضها، أي المائع يجري إلى الخزان. عند الضغط الجوي at atmosphere pressure في هذا الموقع لا يوجد شغل منجز بأي جزء من النظام، وهذا يساعد في يعني هنا يمنعنا بأنه الحرارة بأن ترتفع. هذا هنا يكون كل واحد مفتوح، فما عندنا هنا أي عملية ضغط أو أي حركة بهذا الموقع. وعند النهاية اليسرى فتحة بي، يعني عندما النهاية اليسرى هي فتحة بي منشطة، فإن فتحة بي تربط مع بي و تي تربط مع اي، وكما في شكل 551 اللي عبرناه. وبنفس الطريقة عندما تكون النهاية اليمنى منشطة، فإن الفتحة بي تربط مع الفتحة اي و بي مع تي، كما في شكل 552 اللي هو هذا. هنا فتحة بي تربط مع اي والفتحة تي تربط مع بي، يعني واحدة منشطة والثانية exhausted اللي هي هاي بي، فتصير بي حركة يمنى يسرى هذا السبول اللي هو بالأخير يسيطر على حركة. الصمام ذات المواقع الثلاثة هنا عندنا موضح بالشكل. الصمام ذات المواقع الثلاثة يستعمل عندما نحتاج مسيطرات مسيطر يتوقف أو يحمل عند بعض المواقع الوسطية الـ intermediate position، وكذلك يستخدم عند دوائر متعددة multiple circuit عندنا، أو وظائف تنجز function تنجز من مصدر هيدروليكي واحد. هذا DCV directional control valve. شكل 5 5 5 5 بالضبط 3 position for way valve. في الموقع المركز هنا المغلق close center، وهو بنفس مبدأ عمل المركز المفتوح في المركز المغلق لل DCV direction control valve. كل فتحات العمل A و B مغلقة، لذلك هذه الفتحات مغلقة هيدروليكيا، والمسيطر لا يستطيع الحركة إلا بواسطة الحمل الخارجي، يعني إلا بواسطة الحمل الخارجي. المائع المضغوط خلال الريليف فالف، يعني صمام الريليف فالف والمضخة البامبز اللي عندي، المضخة تعمل تحت ضغط عالي. هنا شنو راح يتولد عندي؟ سوف تكون هنالك خسائر طاقة وتسبب تآكل،
لأجزاء المطبخة. درجة الحرارة الماء تبدأ ترتفع تدريجيا وتولد الحرارة، درجة الحرارة ترتفع تولد لحرارة من طاقة تحويل المضخة عندنا اللي هو الهيدروليك بامبينج. الزيادة بدرجة حرارة الماء تؤدي إلى الأكسدة أوكسيديشن and viscosity drop، وتنخفض الفيسكوسيتي reduce. فلذلك العمر مالت المضخة يقل عمرها والتسريب ليك يصير بالسيستم. الشكل 5 5 4 يوضح ال هنا التندم سنتر فالف، هنا ترجمتها هو الترادفي للصمام دايركشن كنترول فالف نوع 3 بوزيشن فور واي فالف. في هذا الترتيب فتحات العمل اي وبي مغلقة، وفتحة المضخة بي تربط مع فتحة الخزان، فالبي مع الخزان تانك. وهذا عالج مساوئ الضغط العالي للمضخة الموجودة في الكلوزد سنتر اللي شرحناه قبل شوية. هنا عندنا الريجنريتيف سنتر يتولد في من النظام نفسه، ويستعمل عندما تكون حركة المسيطر باتجاه واحد وتتطلب سرعتين. ويخزن طاقة المضغ. هنا أنا هذا هنا بي شنو ميزاته؟ Save the pump power regenerative center اللي هو هذا الشكل. هذا هنا ممكن أوضح لكم فكرته، بأنه إذا تشوفون هاي المنطقة النقطة العاشرة عليها هذه النقطة، شوف هنا السوى بالبور بالجسم مالت الأكتويتر، خلى هنا هذه الفتحة، هاي الفتحة بحيث يسمح عندما يكون عندي ضغط عالي يسمح بمرور الفلو على مود ما ترتفع درجة حرارة المضخة وتتلف وتسبب لنا عطل. هنا عندنا الفلوتينج سنتر ويكون فيه دايركشن كنترول فالف في الموقع الوسطي، وفتحة المضخة مغلقة البامب بورت، اي اذا مغلق هذا البورت، هذا مغلق نعم يعني، وفتحات العمل اي وبي مربوطة مع الخزان، اي وبي تربط مع الخزان. الماء المضغوط يمر هنا، الماء كان هنا بهاي الجهة ماء مضغوط يمر وين؟ من خلال اي يروح الى الخزان، ومن خلال بي يروح الى الخزان، ويمر خلال الريليف فالف. لذلك المضخة تعمل تحت ضغط عالي. هذا الترتيب يستعمل فقط في حالات خاصة. عندنا 2 position for العفو 2 position for way valves يملك فقط موقعين تحويل، بي فقط 2 switching position ولا يملك موقع وسطي، وكذلك يسمى بالامبلس النبضي، وكما موضح في شكل 5 5 7 و 5 5 8. وهذا الصمام يستعمل لعمل لتشغيل الأسطوانة المزدوجة double acting cylinder، وكذلك يستعمل لعمل أو تردد يعني حركة ترددية أريد reciprocating بهذا المسيطر تكون تتكون reciprocating ترددية. يعمل بسرعة لأن المسافة بين الفتحات هنا أصبحت أقل، لذلك هذه الصمامات تستعمل في المكائن التي تحتاج حركة ترددية مثل سرعة حركة ماكينة الخراطة والتثقيب وغيرها.
هذا البورت صارت أقرب. هسه ننتقل إلى الكلاسيفيكيشن استنادا إلى تصنيف حسب ميكانيكية المسيطرين. أوكي، هنا الاكتويتر هنحكي على الاكتويترات، اما هناك جدا سهل هذا الاكتويتر، اما يكون مانوال يعني المسيطر يكون يدوي، يعني شلون مثلا بانه انت تضغط بالدقمه بايدك هو بوش بوتون، او هنا عندنا الهاند ليفر ذراع تكون عندك، فالسبول هنا حيعمل يدويا. النوع الثاني المسيطر الميكانيكي ميكانيكال اكتويشن، استخدام عنصر ميكانيكي مثل الرولر او الكامه او الراك ام بينيون يعني التروس الجيرز وغيرها والمكبس والاسطوانه، يعني هنا نستخدم مو يدوي، هنا اله ميكانيكيه جزء ميكانيكي مثلا تروس او غيرها، فلازم عندنا عنصر element ميكانيكال element. النوع الثالث اللي هو السولونويد اكتويشن، هذا اكثر استخداما طبعا الكهربائي. هذا الشكل موجود في الشكل 5-5-9 اللي هو يحتوي على ملف، هنا كويل عندنا منشط يولد قوة مغناطيسية التي تسحب الارميتشر تسحبه للقلب من الملف، ومن اهم يعني هي تتولد لنا الحركة، يعني بالفعل الكويل هذا الكويل هنا الكويل انرجايزد، ايش بيه هذا الكويل؟ هنا اكو عندي ارميتشر بداخله يتحرك يمنى ويسرى حسب الكويل، منين يجي من القوة الدافعة القوة المغناطيسية اللي تسبب لي قوة دفع أو سحب. ومن من مميزاته هو بأنه ذات وقت تحويل أقل، يعني سريع التحويل. عندنا النوع الرابع الهيدروليك اكتويشن، هذا المسيطر الهيدروليك يعني هو حكينا عليه، ويسمى كذلك بالبايلوت اكتويتد فالف بشكل 5-5-10. هذا النوع في هذا النوع الضغط الهيدروليكي يسلط مباشرة على العتلة، يعني الضغط الهيدروليكي يجي من المضخ قبل يسلط على العتلة، وفتحة البايلوت تقع في أحد النهايات الصمام اللي هو عبارة عن صمام أوبري يستخدم للسيطرة على سرعة المسيطر فقط، هذا يتحكم بالسرعة مال المسيطر، هذا البايلوت بورت، هذا العفو نيدل فالف هو يسمح بالفلو يجي هواي لو شوية، هذا هنا هو يتحكم بالسرعة، فهذا ياخذ مباشرة الضغط الهيدروليكي ويسلط على الحمل. عندنا نيوماتيك اكتويشن بالضبط نفس الهيدروليكي، فقط نستخدم وسيط النقل المائع يكون عندنا هواء بالعمل الهواء المضغوط. النوع الاخير اللي هو المسيطر غير المباشر، هذا يربط دائما يربط نوعين، يعني عندما تكون عندي القوه عاليه اللي اريد اولدها فلازم استخدم اكثر من نوع في سبيل حياه السيطره على مسيطر يتحكم لي بالقوه والحركه. هو مزيج من الكهربائي اكثر شيء والهيدروليكي، اي نحتاج قوه عاليه لتحريك المسيطر، اي هو خليط من اليد والميكانيكي او الكهربائي او الهوائي، فيكون خليط عندنا هذا. حاليا ننتقل الى النوع الاخير اللي هي الفلو كنترول. هاي الفلو كنترول وظيفتها السيطره من خلال شنو؟ فقط تغيير مساحه المقطع للجريان، هذا هنا هذا العمود هذا الادجستمنت سكرو يجي منه ينزل ويصعد، هاي الفتحه يسمح بمرور المائع او ما يسمح له، يعني تغيير مساحه المقطع هذا كل ما بيه. فهذا من يعني فكرت هسه نجي بتفاصيل اكثر من نستخدم الانواع التايب اوف فلو كنترول اللي هي ذات صله بيه. عندنا هذا النوع الأول صمامات السيطرة على الجريان اللي هي أولا الصمام البلاج أو جلوفال، الصمام السداد نصيح للجلوف أو البلاج السداد أو القفاز جلوفال، يصنع من البلاستيك أو الزجاج عادة هذا النوع. ويسيطر على السداد باتجاهين العمودي، هذا اتجاه العمودي طبعا كل الحركة لينير ذني عمودي، ينظم الثقب بين السداد
الصمام والمقعد، ويستعمل في الستوب كوك والموجود بالمختبرات، يعني يستخدم في نقدر نقول في الطباخات، كذلك موجود بالمختبرات. فهذا النوع من الصمامات يحتوي على السدات، وهذا السيت ماله هنا، فيسمح للفلو يمر أو لا يمر، وحسب هنا بتقليل المساحة نسيطر على كمية الفلو. النوع الثاني بتر فلاي فالف، هذا يستعمل كذلك بالمنظومات عندنا بكثرة. هذا النوع صمام الفراش احنا نصيح له، اللي هو عبارة عن قرص يدور داخل أنبوب، هذا قرص يدور داخل هذا الأنبوب، يكون ذات كلفة أقل، حجمه أصغر، وزنه أقل، ولكن هذا من بي تسريب، يعني من يكون عندنا موضع الاون اوف شات اوف، العفو، من يغلق بها السرعة العمودية، يكون بي تسريب من الجوانب. فهذا تطبيقاته يعني بالهاي بريشر ما يفيدنا، يعني من يكون عندي هاي بريشر او هاي فلو يكون صعب استخدامه، لان بي ليكج تسريب. البول فالف هذا كثير الاستخدام للصمام الكهربائي، عبارة عن كرة تدور، هاي كرة تدور داخل أنبوب، هنا ذات كلفة أقل، وزن أقل، العفو، هنا عذرا، هو عبارة عن كرة تدور داخل مقعد ميكانيكي، هذا المقعد الميكانيكي اللي هو الأنبوب، وهاي الكرة تدور بداخله، هنا دور الكرة هاي مجوفة، إما يتطابق مركزها مع مركز الأنبوب فيصير الفلو، أو تكون بالصورة العمودية هنا يمنع الفلو. هذا شبيه ذات تسريب قليل جدا، مبين يعني من شكله بأنه من يغلق يغلق بشكل تام، يعني مفيد بتطبيقات الشات اوف. هذا بيه درابلتي عالية ويعمل لسنين طويلة، وأفضل خيار للتطبيقات الغلق، يتحمل ضغوط عالية تصل إلى 1000 بار، وتمبرتشر توصل إلى 250، وهذا من ميزاته بأنه سهل التصليح. الأخير اللي هو نستخدمه عادة بالبيوت بكثرة، اللي هو البالانس فالف. البالانس فالف يحتوي على سدادين ومقعدين، سدادين هذا الأول وهذا الثاني، ومقعدين هذا المقعد الأول وهذا المقعد الثاني. الجريان المعاكس يعطي هنا، فقط عندنا بالجريان المعاكس من يصعد الجريان المعاكس، يصعدنا هنا رياكشن ديناميكي علما على العمود المسيطر، على هذا العمود المسيطر. التسريب اكبر بسبب الخلوص بين هنا، عندنا يصير بحالة تسريب بين اكو خلوص كليرنس بين السداد والمقعد مالته، السيت مالته، وهذا يستخدم كثرة بالمنازل. ف يعني هذا كل ما موجود بالمحاضرة الثانية، فاحنا هسه حاليا اكملنا هاي المحاضرتين اليوم، ان شاء الله انتو تكونون جاهزين بالفترة القادمة، فقط نسوي اختبارات بسيطة زين، فقط تفهمون الهيدلاين الرئيسية لكل نوع، واحنا نجيب لكم اسئلة multiple choice question في سبيل للتقييم، ومثل ما تعرفون بانه جت التعليمات بانه نستمر بالتعليم الالكتروني باستخدام الجوجل كلاس روم. مع تحياتي.